عندما نتحدث عن الكائنات المائية لا نستطيع أن نتجاهل سيد البحار والمحيطات، الكائن الذي يصنف من ضمن الأكثر ضخامة وإثارة للاهتمام في عالم المياه. سنتحدث اليوم ضمن هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الحيوان على قناة الساحر عن بعض الخصائص التي ترتبط بالحيتان وتميزهم عن غيرهم من الكائنات. أهم ما يميز الحيتان ويدفعنا للحديث عنها هو حجمها الضخم ولونها المميز. فالحوت الأزرق الذي يعتبر من أضخم الحيوانات على وجه الأرض يبدو أزرقاً بشدة في الأعماق، بينما يظهر باللون الرمادي بالقرب من السطح مع بعض المناطق الصفراء على جسده نتيجة الأعداد الهائلة من الحيوانات المائية والبحرية التي تعيش على سطحه. يبلغ طول الحوت من 24 وحتى 32 متراً، بينما يصل وزنه إلى حوالي 200 طن، ليزن لسانه وحده ما يعادل وزن فيل ناضج، أي ما يزيد عن 2.5 طن. أما قلبه فيعادل وزن سيارة حديثة، ويتصدر بذلك هذا الكائن قائمة الحيوانات العملاقة الموجودة على سطح الأرض. يبلغ متوسط عمر الحوت ما يقارب 80 عاماً، تكون الأنثى ذات حجم أكبر من الذكر، هذا ويضخ قلب الحوت حوالي 10 أطنان من الدم تسير عبر طوله. ولشدة ضخامته فإن الشريان الأورطي لديه يكون كبيراً بما يكفي ليزحف الإنسان من خلاله. ينتشر الحوت في جميع المحيطات والبحار، يتركز بشكل كبير في المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وفي نصف الكرة الجنوبي. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحيوانات البحرية تميل للعيش في الأماكن الباردة نظرا لطبقة الشحوم التي تملكها والتي تعمل كعازل حراري بالنسبة لها. تمر دورة حياة الحيتان بموسمين، موسم التزاوج وموسم التغذية. خلال موسم الغذاء يقوم الحوت بتخزين كمية كبيرة من الطعام استعدادا لرحلة الهجرة، ويكون ذلك في فصل الصيف. بينما خلال موسم التزاوج تهاجر الحيتان إلى المناطق المدارية القريبة من خط الاستواء لتنجب صغارها هناك وتتزاوج مع الحيتان الأخرى. يعتبر الحوت من الثدييات، على عكس ما يعتقد الكثيرون خطأً أنه من الأسماك التي تتكاثر بالبيوض. عكس ذلك تتكاثر الحيتان بالولادة، حيث تحمل أنثى الحوت جنينها داخل رحمها فترة تختلف كثيراً بحسب نوع الحوت، فهي تتراوح ما بين 9 أشهر إلى 18 شهراً، حيث تحمل أنثى الحوت بعد انتهاء فترة التزاوج والتي تتنافس فيها ذكور الحيتان للتزاوج مع الأنثى. هذا وتلد الحيتان مرة واحدة فقط كل 6 سنوات. يزن صغير الحوت عند ولادته ما يقارب 7 أطنان، بينما يصل طوله إلى 7 أمتار، ويحتاج يوميا إلى 225 لترا من الحليب. الحيتان كائنات عاطفية، حيث ترضع الأم صغيرها بالقرب من السطح، ويبقى المولود برفقة والدته لمدة تتراوح من سنة وحتى سنة ونصف. الغذاء الرئيسي لمولود الحوت هو الحليب الدسم الذي تفرزه أثداء الأم، حيث تتراوح نسبة الدهون فيه إلى حوالي 35%،
وتساعد هذه الدهون على حماية الجنين من الماء، كما تساعد على نمو المولود بصحة وسرعة. تستمر الرضاعة فترة تصل إلى عامين أو أكثر حتى يصبح الصغير قادرا على الحياة بمفرده والاستقلال بحياته النفسية والعاطفية. تقسم الحيتان إلى نوعين، نوع يحتوي على أسنان تسمى بالمسننة، ونوع آخر يمتلك صفائحا بدلا من الأسنان. يحتاج الحوت إلى الكثير من الطعام والغذاء نظرا لحجمه الكبير وتنقله الدائم. يتضمن غذاؤه الكثير من أنواع الأسماك الكبيرة والصغيرة والحبار. تقوم الحيتان بتحديد مواقع فرائسها عبر متابعة صدى الصوت، لأنها لا تتمكن من الرؤية في أعماق المحيطات حالكة الظلام. يملك الحوت جهاز تنفس متطور متكيف مع بيئته المائية، حيث يملك رئتين تختزنان الأكسجين الذي يأخذه الحوت عندما يصعد إلى السطح عبر فتحة على قمة رأسه تسمى بفتحة النفث، كما يستخدم هذه الفتحة لطرح ثاني أكسيد الكربون المختزن خلال رحلته في الأعماق. ومن المثير للاهتمام أن رئتي الحوت صغيرتي الحجم بعكس حجمه الكبير، وذلك تجنبا لامتلائهما المفرط للهواء، وبالتالي منع الحوت من الغوص في الأعماق لأنها تعمل كبالون يساعد على الطفو. عوضا عن ذلك فإن الهواء المختزن يتوزع بين العضلات والرئتين بواسطة النواقل البروتينية مثل الهيموغلوبين والميوغلوبين، كما إن تلك الكائنات تمتلك المقدرة على التحكم بتوزيع الأكسجين، فتمنح الكمية الأكبر للأعضاء الحيوية عندما تغوص في الأعماق. تعد الحيتان غنيمة جيدة للبشر والصيادين، يحصلون منها على الزيوت واللحوم والعنبر. ومن الأخطار الأخرى التي تهدد الحيتان استخدام بعض الدول الحديثة للسونار الذي يدفع الحيتان إلى الشاطئ بسبب انخفاض الضغط، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي باستخدام الاختبارات الزلزالية والتي تضعف حاسة السمع الرئيسية عند الحوت. تحب الحيتان اللعب والقفز، يمكنها البقاء خلال فترة طويلة دون طعام أو غذاء قد تصل إلى 8 أشهر. 8 ساعات من النوم كافية يوميا للحوت، مع العلم أنه ينام مع بقاء نصف دماغه يقظا، وذلك من أجل التنفس. تتواصل الحيتان فيما بينها بلغة جميلة وأصوات رنانة يمكن سماعها. لا يعتبر الحوت كائن مفترس بالنسبة للإنسان، باستثناء أحد أنواعها المسننة الذي يقوم بمهاجمة كل ما يجده أمامه من أنواع الأسماك والفقمة والحبار، بالإضافة إلى البشر.